قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. تعالوا نروح لفريق الكورة بقى. فريق الكورة بيواصل عروضه الرائعة، نتائجه القوية. الكورة زي ما بنقول كده دايما، في منهج كده أو عبارة دايما بتتقال، الكورة بتعطي من يعطيها، والكل مجتهد نصيب. لما بتلعب بإصرار وبتلعب بعزيمة وكفاح حتى الدقيقة الأخيرة بيكون الفوز حليفك، ده أكيد. فريق الزمالك أصبح بيلعب بروح قتالية وإصرار وعزيمة وكفاح لحد النهاية. ربنا بيضيعش تعب حد أبدا. الزمالك أصبح فريق التسعين دقيقة. نعم، واضح جدا الموسم ده إن لعبتنا عندهم إصرار وعندهم تحدي وعندهم رغبة في الفوز، الفوز بالمباريات من أجل حصد البطولات. قبل ما نتكلم عن خطة المدرب وطريقة اللعب ودور كارتيرون في تحقيق الفوز، عايزة أتكلم معاكم عن اللعيبة. اللعيبة لأن دورهم أكبر، وهم دايما بيكونوا المسؤولين عن تنفيذ الخطة، ودايما لما بيكون في خطأ الكل بيحمل اللعيبة النتيجة وبيكون اللي بيحمل اللعيبة الأداء. لازم يكون التنفيذ بروح قتالية، لازم يكون في إصرار وعزيمة لحد النهاية علشان نفوز بالدوري. الزمالك منذ إنشائه وهو فريق بطولات، لعبته بتربية من الناشئين على الانتصارات وتحقيق الإنجازات. عايز أقول لكم وهأكد على كلامي اللي كنت لسه بقوله يمكن من حلقتين ثلاثة، إن دايما نادي الزمالك ما بيقفش على حد، جيل بيسلم جيل، بداية من جيل الستينات واللي فاز بأول أربع بطولات دوري بقيادة طبعا كابتن حمادة إمام ويكن ونبيل نصير وأحمد رفعت، طبعا مع حفظ الألقاب ليهم كلهم، أبو رجيلة وغيرهم من النجوم سلموها جيل السبعينات، حسن شحاتة، فاروق جعفر، علي خليل، الخواجة، بعدهم جيل الثمانينات، إبراهيم يوسف، طارق يحيى، حمادة عبد اللطيف، أشرف قاسم، هشام يكن، إسماعيل يوسف، مرورا بباقي الأجيال زي حازم إمام وسامي الشيشيني، أيمن عبد العزيز، جمال حمزة، شيكابالا، محمد إبراهيم، عمر جابر، حازم إمام الصغير، ويوسف أوباما، ومصطفى محمد، وأخيرا وليس آخرا أسامة فيصل. مجموعة اللاعبين الصاعدين الموسم ده، كل الأجيال دي أحرزت انتصارات وبطولات محلية وإفريقية وأسعدت جماهيرنا العظيمة عبر تاريخ نادي الزمالك. ما اقدرش اتجاهل الصاعد الواعد اسامه فيصل اللي بيعتبر امتداد لاجيال العمالقه الكبار، اثبت انه مشروع مهاجم وهداف مصر القادم باذن الله. لا حديث لجماهير الزمالك الا عن اسامه فيصل، لدرجه ان بعضهم انتقد كارتيرون لانه استبعده من حساباته في المباريات الاخيره اول ما رجع. لكن كارتيرون مدرب ذكي جدا على فكره، مدرب كبير، لما استبعد أسامة كان عنده وجهة نظر، لأنه لقى اللاعب بعيد عن الفورمة أو بعيد عن الفورمة اللي ساب أسامة فيصل عليها قبل ما يكون متواجد في الولاية التانية، وما كانش عايز يظلمه وما كانش عايز يخلص عليه. لما أسامة استعاد فورمته وبقى جاهز على طول راهن عليه ودافع بيه، وكان واضح جدا من احتفال أسامة بهدفه القاتل في مرمى الطلائع لما راح مباشرة وجري على كارتيرون وكأنه بيقول له انت صح. ونفس الاحتفال ده شفناه قبل كده مع حسام أشرف ايضا في مباراة مصر للمقصة، وده يدل على انه ابناء نادي الزمالك وناشئين نادي الزمالك دايما بيكونوا عايزين الثقة وبعدها بينفذوا. باختصار، أسامة فيصل اثبت انه هداف قدير وترك بصمة كبيرة في فترة قصيرة جدا، رغم ان هو يعني مازال تحت العشرين سنة. أسامة اصبح صاحب الاهداف القاتلة واصبح المنقذ ورجل المواقف الصعبة، ومش هبالغ على فكرة في وصفي لأسامة لكن ارقامه بتأكد كلامي. أسامة سجل هدف قاتل في مرمى محمد الشناوي في مباراة القمة الموسم اللي فات الدقيقة 93 وخلص المباراة. سجل هدف قاتل ايضا في مرمى افسي مصر في دور الثمانية الكاس مصر في الدقيقة 96 وصعد بالزمالك للمربع الذهبي، وبالامس القريب طبعا يعني زي ما شفنا مع حضراتكم في مباراة طلائع الجيش اول امبارح سجل هدف الفوز في الدقيقة 91. الكرة بتعطي من يعطيها ولكل مجتهد نصيب، واضح كده انه اسامة
في علاقة وثيقة ما بينه وما بين ربنا، لأنه على خلق وإنسان بمعنى الكلمة، بار بأهله، مخلص في أدائه. بصراحة اللي يسجل الأهداف القاتلة دي يبقى أكيد في أدائه. بصراحة اللي يسجل الأهداف القاتلة دي يبقى أكيد أمه دعياله، زي ما جماهير الزمالك قالت. مباراة طلائع الجيش بتعتبر شهادة ميلاد رسمية وحقيقية لأسامة فيصل صاحب الأهداف القاتلة ونجم الدقيقة 90. بصراحة المباريات الأخيرة بتأكد كمان أن كارتيرون لا يختار إلا اللاعبين المجتهدين والمخلصين، اللي بيخلص وهيلعب بإصرار هيلاقي حتى النهاية. كلمة أخيرة للعيبة، عايز أقول لهم سيروا في طريق الانتصارات والبطولات، واصلوا اللعب بعزيمة وإصرار. الدوري أمامكم، جمهور الزمالك بيدعمكم وخلفكم. معانا دلوقتي كده لأزمة مثارة على السوشيال ميديا، كتير منكم سمعوا عنها بخصوص القضية أو الحكم اللي اتصدر ضد إمام عاشور. طبعا ده بسبب نادي غزل المحلة، مستحقات طبعا يعني ليهم اللاعب عندهم. طيب هنعرف تفاصيل اكتر، هيكون معنا عبر الهاتف دلوقتي الكابتن احمد يحيى الوكيل الخاص بامام عاشور. مساء الخير عليك يا كابتن. اهلا بيك، منورنا في اخبارنا. وطبعا يعني جماهير الزمالك قلقانه ومتخوفه وكل صحي على الخبر ده، عايزين نعرف منك تفاصيل اكتر بخصوص الموضوع ده، وكمان تقول لنا كده اخر الاخبار. بس هو الموضوع ببساطة كان لما إمام كان بنمع الانتقال بتاعه من غزل المحلة لنادي الزمالك، الصفقة وقفت على 2 مليون جنيه. إمام حبا في النادي قال أنا هدفع ال 2 مليون جنيه المستحقات. تمام. نادي غزل المحلة طلب إنه إمام يكتب إيصالات أمانة بالمبلغ ده على 4 دفعات، كل فصل أمانة 500,000. المفروض ان الفلوس دي يعني تستحق الغاز المحلي في تواريخ معينه، بناء عليها نادي الزمالك بيخصم الفلوس دي من مستحقات امام ويدفعها لنادي غاز المحلي. تمام. بعد طبعا اللخبطه اللي حصلت دي الفلوس ما اتدفعتش، وامام ما يعني ما خدش فلوسه، وغاز المحلي بالتالي ما خدش فلوس. فالناس اتجهوا ان هم رفعوا قضيه لامام وخدوا حكم بالفعل. طيب معنى كده ان جزء ما اتدفعش ولا كل الفلوس ما اتدفعتش؟ لا هو دلوقتي ده تقريبا ده اخر قسط. اخر قسط قيمته حوالي قد ايه؟ 500,000. 500,000. طب ايه الحل؟ يعني المفروض ان احنا نبتدي نتحرك منين في الازمه دي، وامام عاشور يخرج ازاي من الازمه دي؟ نادي الزمالك يدفع الفلوس. نادي الزمالك يدفع الفلوس وخلاص الحكم اتصدر. بالظبط. هم في الاخر هو حقهم. وفي نفس الوقت هو امام كل ده كان بيعمله عشان خاطر يلعب في نادي الزمالك، مش من حاجه ثانيه. تمام. يعني الفلوس دي هو ما خدهاش ليه من نادي الزمالك، هو يعني حاول يساعد ان الديل يتم. وده طبعا اكيد هيأثر بشكل كبير جدا على امام عاشور نفسيا طبعا مش مركز خلال الفترة اللي جاية. هو مضغوط ومش مركز ومش عارف يحل المشكله اللي هو فيها ازاي. هل تم ابلاغ اداره نادي الزمالك بالموقف ده؟ هم عارفين من بقالنا تقريبا شهر نادي الزمالك عارف. لا الاداره الجديده. نعم؟ الاداره الجديده يا كابتن. لا الاداره الجديده مش، لا طبعا الناس لسه جايه النهارده. يعني لسه ما اتبلغوش. طبعا مش تاكيد هيعرفوا بقى على السوشيال ميديا. تمام، واحنا كمان بنناشدهم باذن الله الازمه دي تتحل سريعا جدا، ان شاء الله يكون في حل لازمه امام عاشور، وان شاء الله يكون في دفع للمبلغ باسرع وقت، وده ان شاء الله مش هنشوفه. يعني الامور دي بتتفاقم خلال الايام اللي جايه، هتكون الامور كلها بيتم السيطره عليها. امام عاشور يركز مع نادي الزمالك، يركز في اللعب. نشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معانا كابتن احمد يحيى وكيل. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.